ضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد نهاد صباح الخير. دعنا نبدأ مع استمرار هذا التوتر والتراشق الكلامي بين المستويين السياسي والعسكري، كيف يمكن أن يؤثر على الجبهة الداخلية وأيضا على مسار الحرب في غزة؟ صباح الخير وتحياتي لكم. بالتأكيد هذا ليس مجرد خلاف شخصي بين أفراد، هذا يعكس خلافا في الرؤى والخطط وأهداف الحرب، وأيضا ما يترتب على ذلك من خطط يومية وعملياتية تعكس نفسها على كل مجالات الحرب. معروف أن الجيش وقيادة الأركان بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية وتحديدا الشباك وجهاز أمان الاستخبارات العسكرية بلوروا رؤية متكاملة اعترضوا فيها على أو يعني أظهروا خلافهم مع الحكومة على مجموعة من المسائل الرئيسية، أهمها سؤال اليوم الثاني: ما الذي سيجري لغزة بعد الحرب؟ ماذا تخطط إسرائيل لليوم التالي؟ لأن الإجابة على هذا السؤال هي التي تحكم السياقات التفصيلية واليومية والعملياتية التي سيؤديها الجيش، بالإضافة إلى خلافات جوهرية حول موضوع الأسرى أو المخطوفين كما يسمونهم وأولوية هذا الموضوع، ثم الخلاف على الجبهة الشمالية، يعني مجموعة من الخلافات، وحتى الموازنة أيضا كان عليها خلاف جدي. كيف أيضا ستدير إسرائيل عملية رفح، هل بالتنسيق مع مصر أم رغما عن أنف مصر، وهكذا. هذه مجموعة قضايا تطورت خلال الحرب ووصلت إلى ذروتها، وهي تعبر عن نفسها بانفجارات متتالية تكاد تحضر في كل جلسة من الجلسات الأمنية التي يحضرها من جهة رئيس الأركان أو وزير الدفاع جالانت أو حتى الوزراء المتطرفين مثل بنغفير وسموتريتش. أنا أعتقد أن سموتريتش وبنغفير هما العوبة بيد نتنياهو، هما يمثلان ما يريد نتنياهو وينطقان باسمه، وهو يعني يقدم نفسه باعتباره الشخص الوسطي والذي يجمع الجميع والحكيم الذي يظهر مواقف متوازنة. لكن أولا في الخطة التي قدمها سموتريتش وكانت محل خلاف جدي مع الأجهزة الأمنية، هذه خطة نتنياهو. أيضا في التصورات للحرب التي تديرها إسرائيل، وما قاله أيزنكوت اليوم الذي نقلتموه قبل قليل مهم جدا جدا، أنه أهداف الحرب الحقيقية ليست ما يعلنها نتنياهو، بل هي أهداف مضمرة أبرزها إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، وأيضا تهجير السكان، وربما أيضا إتاحة المجال لعودة الاستيطان إلى بعض أجزاء قطاع غزة، على الأقل بعض الأجزاء، لأن الحكومة الإسرائيلية والكنيست البرلمان ألغى مشروع فك الارتباط الذي سبق اتخاذه أيام شارون، والذي أدى إلى الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات. وبالتالي المستوطنون يريدون العودة ويعلنون ذلك، وعقدوا مؤتمرا حتى مؤتمرا للتطوير العقاري وليس فقط للسياسي للعودة الاستيطان إلى قطاع غزة. ولذلك هذه الخلافات تعكس نفسها يوميا على مجريات الحرب، على أهداف الحرب، على اليوميات هذه الحرب، وأيضا احتمالات إنهائها أو عدم إنهائها بناء على الأهداف الحقيقية والأهداف المعلنة لهذه الحرب. لكن سيد نهاد، هذه الاختلافات والخلافات لم تشكل حتى الآن تحديات جمة بالنسبة لنتنياهو، نراه ما زال متماسكا على الرغم مما ذكرته من كل هذه الخلافات على الجبهة الداخلية، وأيضا كل التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، ربما أيضا على الصعيد الدولي والأمريكي. بالتأكيد هو ما زال متماسكا لأنه يملك القوة والسلطة، يعني ويملك القرار، لذلك هو يستند إلى أغلبية مريحة في الكنيست، لديه 64 مقعدا في مواجهة المعارضة. ثانيا، المعارضة ليست منسجمة، يعني حتى الجسم الرئيسي للمعارضة تحديدا جانس وأيزنكوت كان حتى الأمس القريب، حتى 9 حزيران الحالي في الحكومة، وكانت رجل في الحكومة ورجل خارجها، ولذلك لا توجد حركة معارضة موحدة ومنسجمة، توجد حركة احتجاجية لأهالي الأسرى ينضم إليها أحيانا بعض قوى المعارضة، لكن ليست كل قوى المعارضة ترمي بثقلها وراء هذه الحركة. ثانيا، بعض قوى المعارضة ما يفرقها عن نتنياهو خلافات شخصية، هم يعترضون على شخصه وليس على سياساته، وبعضهم أكثر يمينية وتطرفا منه مثل ما الذي يمكن أن يدفع لانتخابات مبكرة في إسرائيل؟ ما هي العوامل التي ستساهم في ذلك برأيك؟ هي بلا شك تعاظم الشعور والقناعة بأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى كارثة،
ليس فقط كارثة يعني بشأن مصير الأسرى، بشأن حياة الجنود والضباط، بشأن مكانة إسرائيل الدولية، وأيضا بشأن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تتكبدها إسرائيل، واحتمالات توريطها بحرب جديدة قد تمثل حسب رأي العسكريين كارثة أكثر فظاعة من كارثة 7 أكتوبر كما يسمونها. هذه الحالة يعني ستدفع قطاعات واسعة من الإسرائيليين إلى الشعور بأن نتنياهو يقودهم من فشل إلى فشل ومن كارثة إلى كارثة. في هذه الحالة يمكن أن تنضم قطاعات اجتماعية نعم واقتصادية وشرائح، اتحادات نقابات عمال، اتحادات أرباب عمل، روابط للمثقفين الأكاديميين والقضائيين والضباط المتقاعدين. إذا اتحدت كل هذه القوى وقالوا لنتنياهو كفى، يعني أنت لا تستطيع أن تواصل قيادة هذا البلد بهذه الطريقة، يمكن في حينها أن تتصدع حكومة نتنياهو من داخلها. حتى هناك نعم مؤشرات على ذلك، 7 أعضاء كنيسة من حزب الليكود يعترضون على سياسات نتنياهو وخاصة على التشريعات، وهناك أيضا تململ في أوساط الأحزاب الدينية التي ترى أن نتنياهو يقودها إلى أيضا خسارة نعم مدوية حتى تابعت في معنا سيد نهاد ما ذكرناه في سياق هذه التغطية عن أن الولايات المتحدة تعتزم تعديل أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ هل نحن الآن في مرحلة ربما في الأسبوع المقبل أن تعاود المفاوضات على السكة؟ هذا الحقيقة خبر مهم جدا. هذا خبر يؤكد أن المقاومة كانت محقة في اعتراضها أو اعتراضاتها على مشروع القرار الإسرائيلي الأمريكي، خصوصا أن الولايات المتحدة والرئيس بايدن كان يعلن أشياء في مؤتمراته الصحفية ويدلي بتصريحات لا يضمنها بالاتفاق. الاتفاق شيء والتصريحات الكلامية التي يطلقونها يوميا شيء آخر، خصوصا في موضوعات وقف الحرب أو عدم وقفها، الانسحاب الشامل او لا، وايضا في موضوع صفقه تبادل الاسرى، حيث ان هذه الصيغه بقيت غامضه جدا بالنسبه للاسرى الفلسطينيين، وتركت المجال واسعا للاسرائيلي بان يتحكم بها وبشروطها. فبالتالي الملاحظات التي قدمتها المقاومه مجمعه، المقاومه بكل فصائلها، كانت موضوعيه، واعتقد ان هناك اشارات واضحه من قبل بعض المسؤولين الامريكيين الى ان بعض الملاحظات التي قدمتها حماس معقوله ويمكن البناء عليها، وبعض الملاحظات غير معقوله. لا اعلم ما هي المعقوله وما هي غير المعقوله، لكن نذكر ان المقاومه طالبت اشراك قوى دوليه اخرى مثل تركيا وروسيا والصين. انا اعتقد ان هذا الامر غير ممكن في ظل السيطره الامريكيه الكامله، لكن البحث عن صياغات تتيح للمقاومة فعلا التمسك بمطلب وقف الحرب والانسحاب الشامل، وهي مطالب دولية على كل حال وليست مطالب فقط الفلسطينيين والمقاومة. أعتقد أن تعديلات كهذه هي مؤشر إيجابي يؤكد أن إسرائيل لا يمكنها، وهي خصم وطرف ويعني ترتكب جرائم حرب يومية، لا يمكنها أن تملي على الفلسطينيين شروط أي صفقة مقبلة. شكرا لك نهاد أبو غوش الخبير بالشأن الإسرائيلي، حدثتنا من رام الله.